الجمارك الوطنية تخلد عيدها الدولي تحت شعار الاستدامة هي محور النشاط الجمركي. أزيد من 5000 تلميذ في عموم التراب الوطني يتوجهون إلى مراكز الامتحانات للمشاركة بنسخة الرابعة من الأولمبياد الوطني لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم. مضمار سباق الخيل بالمواشط الغربية يحتضن فعاليات النسخة 11 من مهرجان الرحل بمشاركة وفود فنية كندية. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من قناة الموريتانية تصحبوني فيها بلغة الإشارة أسمام عثمان. خلدت الجمارك الوطنية عيدها الدولي على غرار مثيلاتها في الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للجمارك اللي يصادف 26 يناير من كل عام، وذلك تحت الشعار الاستدامة هي محور النشاط الجمركي من أجل البشر والرخاء والكوكب. تحت شعار الاستدامة هي محور النشاط الجمركي من أجل البشر والرخاء والكوكب، نظمت الإدارة العامة للجمارك بمكتبها في ميناء واكشوط حفلا بمناسبة العيد الدولي للجمارك، تضمن رفع العلم الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية. كما استعرض وزير المالية السيد محمد دمين وللذهبي رفقة المدير العام للجمارك الفريق الداهو الحمادي وللمامي وحدات من الجمارك. وزير المالية في كلمته بالمناسبة هنأ قطاع الجمارك على ما تحقق من إنجازات في مجالات مكافحة التهريب والرقابة والمحاصيل الجمركية التي تجاوزت التوقعات وساهمت بشكل كبير في زيادة ميزانية الدولة. لقد شهدت منظومتنا الجمركية مؤخرا تطورا لافتا ورفعت من قدرتها الفنية والتنظيمية والبشرية، وقد حظي القطاع بجملة اكتتابات شملت العديد من الرتب استجابة لمتطلبات توسع دائرة النشاط، وقد واكب تلك الاكتتابات توفير المزيد من فرص التكوين وتحسين الخبرة. وتجاوبا مع برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ رزوان، تعكف وزارة المالية على تنفيذ برنامج طموح لإصلاحية المالية العامة، وفي هذا الإطار تضع الإدارة العامة للجمارك اللمسات الأخيرة على برنامج خدماتي ومجموعة من الأنشطة من شأنها بناء الثقة مع دافع الضرائب. إن الغاية المتوخاة من وراء خدماتي ليس فحسب تسهيل الإجراءات على رواد الإدارة من إحداث شباك موحد يستقبل العاملون فيه ملفات المواطنين ويردون على استفساراتهم ويتابعون بدلا عنهم مسار ملفاتهم، وإنما تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين مما يمكنهم في المنظور القريب من إجراء جميع معاملاتهم عن بعد ومتابعة ومعرفة وتحديد وضع ملفاتهم. المدير العام للجمارك قال إن المهام المسندة لهذا القطاع لم تعد تقتصر على الدور الجبائي البحت، بل تطورت إلى القيام بعدة أدوار إضافية منها الصحي والاجتماعي والاقتصادي والأمني والبيئي، مع ما يترتب على كل هذه الأبعاد من تحديات، مضيفا اعتماد التقنيات الجديدة في المسطرة الإجرائية وما كان لذلك التطور من أثر بالغ في تحسين مناخ الأعمال في البلاد وتسهيل وتيرة التبادل التجاري. ساهم هذا التطور وفي ظرف زمني قياسي في استكمال الإجراءات الفنية المصاحبة لتطبيق اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتمت ملائمة تعريفتنا الجمركية مع التعريفة الخارجية المشتركة لهذه المجموعة. وعلى الصعيد عيد الجبائي فإن المحاصيل الجمركية واصلت منهج التصاعد خلال السنوات الأخيرة، إذ تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال هذه الفترة، إلى أن وصلت في نهاية 2019 إلى 225 مليار أوقية قديمة بزيادة قدرها 31 مليار على التوقعات لهذه السنة. هذه الجهود القيمة تندرج في إطار التجاوب مع توجهات السلطات العليا لجعل هذا المرفق العمومي يقوم بدوره الحيوي على أكمل وجه.
جرى الحفل بحضور عدد من أعضاء الحكومة والسفراء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية ورئيسي المحكمة العليا ومحكمة الحسابات والمدعي العام لدى المحكمة العليا وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن والمؤسسات العسكرية ورئيسة جهة نواكشوط والسلطات الإدارية والمحلية بنواكشوط الجنوبية. في المجال التربوي انطلقت في عموم التراب الوطني فعاليات المرحلة الأولى للنسخة الرابعة من الأولمبياد الوطني لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم. يشارك في هذه المسابقة التلاميذ الذين تم اختيارهم من الذين يدرسون في السنة الرابعة من التعليم الثانوي والسابعة علمية ورياضية في مختلف المؤسسات التعليمية. 5279 هم عدد التلاميذ المشاركين في المرحلة الأولى من مسابقات أولمبياد العلوم لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم في نسختها الرابعة. وللاطلاع ميدانيا على سير هذه المسابقة أدى وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني السيد محمد ماء العينين وليه رفقة الأمين العام للوزارة السيد سيد مولود إبراهيم همدات وعدد من أطر القطاع أدى زيارة لمراكز الامتحان في ولايات نواكشوط الثلاث، حيث تلقى شروحا من قبل القائمين على تنظيم هذه المسابقة تناولت المواضيع المطروحة ومدى ملائمتها للمقرر الدراسي خاصة المرتبطة منه بالمواد العلمية. هذه المسابقة تم استحداث الرفع من مستوى تحصيل التلاميذ في العلوم، تلاميذ الأقسام النهائية اللي تحضروا الباك والتلاميذ اللي حضروا شهادة ختم الدروس الإعدادية اللي هي بريف في مادة الرياضيات. بالنسبة للتلاميذ أقسام نهاية من الثانوية المسابقة تتم في مواد العلوم الثلاثة اللي هي الرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء. بالنسبة للإعدادية السنة الرابعة من الإعدادية المسابقة تتم في مادة الرياضيات وحدها. المسابقة شارك فيها السنة 5279 مشارك على المستوى الوطني، منهم 2184 المستوى الإعدادي و 395 المستوى الثانوي. تمر بثلاث مراحل يتم في نهاية انتقاء 12 فائز 12، معناها أن كل واحدة من المواد الثلاثة في العلوم لها ينتقاو منها الفائزين الثلاثة الأوائل، لها الثلاثة الأولين من العلوم والثلاثة الأولين من الرياضيات والثلاثة الأولين من الفيزياء والكيمياء. والرياضيات في السنة الرابعة لها ينتقاو ثلاثة منها اللي هي 12 فائز، وتختم بتسليم جائزة فخامة رئيس الجمهورية للعلوم. الهدف منها هو كيف قلت رافع مستوى تدريس العلوم في المنظومة التربوية كلها، وخلق روح تنافس بين التلاميذ، وين تخلق روح تنافس بين التلاميذ لا تعد مولي بين الأساتذة وبين مؤسسات التعليم، وراجع منها أنها تعد عندها أثر كبير على مستوى التحصيل عموما على مستوى مؤسسات التعليم كلها. وتجرى هذه المسابقة في 15 مركزا على مستوى جميع عواصم الولايات الداخلية إضافة إلى ولايات نواكشوط الثلاث، في مسعى من السلطات العمومية إلى تشجيع الإقبال على دراسة المواد العلمية نظرا لأهميتها ومسايرتها لمستجدات العصر. إلى ولاية الترارزة، حيث اطلع وزير التنمية الريفية على مستوى تنفيذ أشغال الاستصلاح والتأهيل في مناطق زراعية متعددة بمقاطعتي روسو وركيز. تتمثل هذه الأشغال في تأهيل وتنظيف قنوات الري وفك العزلة عن مناطق الإنتاج. زيارات ميدانية بمناطق متعددة بمقاطعتي روسو وركيز تهدف إلى تعزيز خدمات الري من خلال تنظيف وتعميق الروافد المائية وإقامة جسور للعبور لفك العزلة عن مناطق الإنتاج. وتجري هذه الأشغال التي باشر مستوى تنفيذها وزير التنمية الريفية في كل من رافد العويجة الذي يمتد على طول 40 كيلومتر باتجاه ركيز، بالإضافة للأشغال الجارية بقناة أغويليت للتحكم، حيث تشهد هذه المنطقة من مقاطعة ركيز عمليات ترميم واستصلاح ل3500 هكتار من البحيرة الشرقية، ليستفيد منها 3000 مزارع بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية وبإشراف من شركة صنادار. ورشات أخرى برافد كوندي الممتد على طول 30 كيلومتر والذي يرفض عديد المساحات الزراعية في كل من بلديتي القصيبة أثنين بولاية ترارزة ودار البركة بولاية البراكنة شكلت إحدى محطات هذه الزيارة التي مكنت
من حث الشركات المنفذة للأشغال على الإسراع في تنفيذها تلبية للمطالب الملحة لسكان المناطق المستفيدة التي تم الحرص على الاستماع إليها وأخذها في الحسبان. احنا قمنا اليوم بزيارة لشمل الأعمال كان ما بين متوقف والله تنفيذه بعد بارد حتى، وقد وجهنا تعميم للمؤسسات أنهم يتواكبوا أعمالهم بجدية والتزام الوقت، لأنهم شاربين لروافد مياه زارع منهم ياسر من المواطنين الضعيفين اللي مواطنين فاصلين في حريتهم المعاملين ما يحرثوا. فيما يخص العويج الالتزام من قبل المؤسسات اللي هي فتحوا لهم إن شاء الله وقدر قبل يوم 15 إياك هو المواطنين يشاركوا في الحملة الزراعية اللي مقبلة، وهذا اللي واقفين عنده درك الالتزام من قبل قدامكم لأنهم إن شاء الله سابق الحملة الخريف جاي اللي هي فيه الأعمال والكندي اللي هو الكندي هذا. وفيما يخص البريمات التركيز اللي أهلوا فاتوا منين قنطوا من والله الأمل فيه على بعطيف، الحمد لله تقدم ملحوظ ولا يتم هذا بعد ما هو قارف فينا المقر اللي نوقفوا عن مراقبة المؤسسة، يتم إن شاء الله المؤسسة مراقبة هي ومكتب المراقبة مالي الرقابة يتم مراقبة الإدارة الإصلاحات الزراعية هي وصنادير، وهذه هي المنهجية إن شاء الله والماشيين فيها، ولا يعودوا مالي المستفيدين مراقبين وملاحظات من قبل بعين الاعتبار. وتوفر هذه المشاريع الزراعية فرصا عديدة في مجال الحصول على خدمات الري بشكل منتظم وفك العزلة عن مناطق الانتاج. مهم عندنا وزين عندنا وباشرين به، وفينا ياسر من النتيجة والإفادة راجينها ونراعوا فيها لا يشوفوها الحمد لله فيه. الاستصلاح مهم للناس كاملة للساكنة به اللي لا ينحرث ياسر من التراب ما كان ينحرث، والتنمية واللي ينفع الحيوان وقلت المراعي كل سنة ما يقدر يعبر عن أهميته. قطعا هذا المشروع بالنسبة لنا هو المحرك الاقتصادي للسكان في البلدة اللي هي، بالتالي يعرفوا لها الحريثة، وكانت هاي الحريثة فترة معينة هي اللي قوتهم اليومي يحصلوه منها، بالنسبة لهم أي نشاط آخر ما يعني معنيه لا زراعة. وجزا الله خيرا النظام اللي وفر لهم هذه إصلاحات في القطاع اللي هم يخدموا فيه. ورشات متعددة ينتظر اكتمالها في الأجال القريبة لتفتح آفاقا واعدة للنهوض بمستوى الإنتاج الزراعي. وهنا في نواكشوط الغربية احتضن مضمار سباق الخيل انطلاق فعاليات الدورة 11 من مهرجان الرحل. تميزت فعاليات المهرجان باستعراض الخيول المشاركة في سباق المهرجان، كما شمل وصلات غنائية مشتركة بين فنانين موريتانيين وكنديين مشاركين في هذا المهرجان. بمضمار الفروسية انطلقت فعالية مهرجان الرحل في نسخته 11. على إيقاع الموسيقى الحماسية قدمت فرق الخيالة للجمهور الحاضر استعراضات أعادت للذاكرة إلماحات من الماضي الثقافي للمجتمع الموريتاني المتعلق بحماسية الحرب والشجاعة والفروسية. مستوى الحضور الرسمي ونوعية التمثيل الدبلوماسي يعكسان أهمية هذا المهرجان والقيمة التاريخية والثقافية التي يحملها. إن إحياء ثقافة الأجداد وتراث السلم الذين عانقت عتاق خيلهم ومخاطم ومطايهم رمال الصحراء وعبق نسيمها الفواحي هي آية وبرهان صدق أفاضل الخلف، وإن إصراركم على تنظيم هذا المهرجان في موعده السنوي يشكل تسييدا حيا لا ريب فيه لقصة الوفاء والعهد الذي كان واسط عقد خصال ومناقب أبناء هذه البلاد. وانطلاقا من هذه المسلمة فإنه حري بنا أن نشد على أيديكم ونهنئكم على هذا المشهد النبيل وهذه المبادرة القيمة، مؤكدا لكم ولضيوفنا الكرام حرصنا على دعم مؤازرة مثل هذه المبادرة انطلاقا من مضامين الشق الثقافي والتراثي من برنامج تعهداتي الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ القزواني. أيها السادة والسيدات، إن مهرجانكم هذا يشكل فرصة ستتجلى فيها بإذن الله تعالى قيم العطاء والفروسية وسائر الخصال أبناء هذه البلاد كاشفة عن عبقرية الرحل
وسعة ثقافتهم وغناء تراثهم، كما يشكل فرصة لنقل رسالة إنسانية جامعة تسمو بقيم الحضارة والتراث إلى معالي صفاء النفوس كنسيم الصحراء وعلياء التسامح الذي يضاهي قمم الجبال وكثبانها الرائعة، ناثرين عبق الحب وشذى السلام بين الناس لعل وعسى أن يساهم ذلك في صناعة السلم وبناء جسور التعايش الرافض للتطرف والنابذ لكل أشكال الكراهية والحقد. منطق الشكر والتهنئة على نجاح هذا المهرجان في نسخته الحالية كان الأبرز في كلمة المنظمين لمهرجان الرحل. السفير الكندي في بلادنا السيد بيل مكرميل ذمن تنظيم المهرجان باعتباره فرصة لتقارب الثقافات وتواصل معرفي وإنساني بين الشعوب وإحياء النسق والسمي المشتركة، خصوصا ما يتعلق منها بحياة الرحل والبدو. وهو ما أكدته مداخلة رئيس الاتحاد الموريتاني للفروسية الأستاذ أحمد المقياه، الذي أوضح في كلمته أن هذا المهرجان دليل على أن الثقافات معطى مشترك بين الشعوب، به تتآلف وتنسجم وبإحيائه ترتقي وتتفاهم. المهرجان تضمن مشاركة لفرق موسيقية وطنية وأخرى كندية أدت للعروض والأجنحة التي تضمنت نماذج من الصناعة التقليدية وعدد من الأواني والآليات المستخدمة في الحياة البدوية للمجتمع الموريتاني. كما شهد المهرجان سباقا للخيل شاركت فيه عشرات الخيول، تم خلاله تتويج الفائزين الأوائل في السباق الذي احتضنه مضمار الفروسية. اجتمعت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة مساء السبت 29 جماد الأولى 1441 هجرية الموافق 25 يناير 2020 بقاعة الاجتماعات بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي لمراقبة هلال جماد الثانية 1441 هجرية، وفيما يلي نص البيان. اجتمعت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة مساء السبت 29 جماد الأولى 1441 هجرية الموافق مساء 25 يناير 2020 بقاعة الاجتماعات بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي لمراقبة هلال جماد الثانية 1441 هجرية، وبعد الاتصال بجميع الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية لم تتوصل اللجنة بما يهبط رؤية الهلال هذه الليلة. وعلى ذلك فإن فاتح جماد الثانية للسنة الهجرية 1441 هو يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2020، والله ولي التوفيق. في مدينة واذيبو نظمت الشركة الوطنية لصناعة السفن لقاء مع زبنائها في مجال الصيد البحري، خصص لتقييم مسارها وتقريب خدماتها من المتعاملين معها. يرمي اللقاء التقييمي إلى التعريف بالشركة وجهودها وبرنامجها لخدمة الزبناء في مجال صناعة السفن. صناعة الإنشاءات البحرية الوطنية في مجال الصيد الشاطئي والتقليدي تحت دائرة التجربة والتقييم في إطار إعلان خدمة الزبناء بعد دفع رسوم هذه السفن. مهنيو قطاع الصيد التقليدي والفاعلون داخل القطاع البحري تداعوا إلى لقاء موسع مع إدارة الشركة الوطنية لصناعة السفن من أجل تقييم المسار وإبداء الملاحظات على الشركة التي قامت حتى الآن بتصنيع ما يزيد على 153 سفينة منذ إنشائها سنة 2014. أول مرة يعيط للناس اللي مستفيدة من هذه السفن، يخلق التشاور فيما بينها هي وهم، تصنت المشاكلهم وتقبضها بعين الاعتبار. ياك مات لحد مثلا عنده مشكلة يعود معروف مثلا الطريقة اللي له يتسوى بيها والطريقة اللي قد يتجه للإدارة المعنية اللي تقد تسوي له ذيك المشكلة، ويقبض بعين الاعتبار، لأن كل صناعة ورا صناعة يا الله تعود أحسن منها. ما أنتم ولا بنفس الموضوع، نفس مثلا الصناعة الأولى أنتم عليها، يا الله أنتم نحسنوا من جودة الصناعة الموريتانية. المهم عندنا به لأنه كان قامض عنا ذا اللي واحدين فيه، واليوم اشتركنا في الراعي وعدنا نسولوا عنه، وعدنا ذا الموحول فيه بين يدينا، ما كان بين يدينا، كان يخلق في دارة عين ما نسمع وعين نعود ومتحيدين عنه نشتغلوا، واليوم مباشرين وخرصوا، معناها عنه مهم عندنا شيء مباشر ما هو كيف شيء ما هو مباشر. موعد تشاوري شكل فرصة من بين أمور أخرى لإطلاق خدمة للزبناء تراعي تحسين الأداء وإزالة العوائق المتعلقة بالدفع وتخفيف تكاليف الصيانة وتأمين الإبحار بعد 6 سنوات من التشربة. رحونا انتقاداتهم
اقتراحاتهم على المنتجات اللي يستعملوا، ونشكرهم اللي على ثقتهم في الشركة. من ناحية أخرى، ذا كامل يدخل في إطار برنامج فخامة الرئيس محمد الشيخ قزواني تعهداتي. من شركة صناعة السفن اليوم تتعهد زاد هي على أنها تساهم في البرنامج، وعلى أنها من جهتها هي بعد تساهم أكبر مساهمة على أن يحقق ذلك الأهداف اللي منشودة. بدوره المدير التجاري للشركة استعرض سلسلة التدابير والإجراءات التي اتخذت في صالح تنفيذ تطبيق خدمة الزبناء بعد الدفع. مداخلات بعد ذلك ثمنت هذه الخطوة داعية إلى تدريج الإجراءات وتحسين قدرات الإنتاج وتخفيف أسعار قطع الغيار وتصحيح المسار لصالح المهنيين. وعلى هامش هذا اللقاء تم تكريم عدد من عمال الشركة الوطنية لصناعة السفن الذين استطاعوا مضاعفة الجهود، حيث بلغ عدد السفن المصنعة للسنة المنصرمة 65 سفينة. نشرتنا متواصلة، وفي ملفها تتابعون فوضوية الأسلاك الكهربائية، خطر يهدد سكان العاصمة. نعود لنواكشوط، حيث أطلقت إذاعة القرآن الكريم التابعة لشبكة إذاعة موريتانيا تجربة عام التبليغ وتدريس السنة وعلومها، وذلك من خلال ندوة علمية احتضرها المركز الإعلامي لإذاعة الخدمة العمومية بمشاركة نخبة من المشايخ والعلماء. أجلسة موسعة خصصت لتدارس شمائل وخصائص ودلائل نبوة رسولنا الأكرم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. تميزت وقائع النسخة الثالثة من المنصة العلمية لإذاعة القرآن الكريم بالإعلان عن إطلاق تجربة تعتني بالسنة النبوية وعلومها، تنفيذا لخطة العمل التي أقرت في دورتي مجلس إدارة الإذاعة يوم 18 نوفمبر و30 دجنبر 2019. تطلق إذاعة القرآن الكريم تجربة عام تبليغ وتدريس السنة وعلومها، وكما اعتنينا بإنتاج المصاحف وتصحيحها عبر لجنة علمية متخصصة من مهرة القراء، فإن تعليم الكتب الصحاح الستة وموطأ إمام دار الهجرة والمسانيد ومصطلح الحديث وكتب العلل وكتب شروح السنة وما يتعلق بشمائل وخصائص ودلائل النبوة ستتولاه لجنة من كبار المحدثين من شيوخ محاضرنا الأجلاء بالتعاون مع العلماء والمختصين. وكانت المحاضرة الرئيسية في الندوة مع العلامة أحمد النيني، الذي ألقى عرضا مفصلا حول شمائل وخصال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، قبل أن يعود في ختام الندوة ويعلق على مختلف المداخلات. هكذا نرى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الحميدة التي قال جل وعلا فيها: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الأخلاق منها شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وإنفاقه، فما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وتوزعت محاور الندوة بين بعض النواحي المرتبطة بالسيرة النبوية الشريفة، حيث تعاقب عدد من المشايخ العلماء على إنعاش الجلسات العلمية. ففي المحور الأول استعرض فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والفتن نماذج من دلائل النبوة مع أدلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية والآثار. وقدم المحور الثاني فضيلة الشيخ محمد محمود الأحمديورا متحدثا عن خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم، بادئا بلمحة لغوية عن معنى الخصائص، ليدرف إلى تقسيمات هذه الخصائص وأنواعها، متوقفا مع أبرزها في شرح تسلسلي أشفعه فضيلة الشيخ بجملة أدلة شرعية. أما المحور الثالث شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قدمه فضيلة الفقيه من ولشواف في مداخلة تضمنت مختارات من القصائد المديحية، منتقيا بعض هذه الشمائل مع سلسلة من الصفات المنضوية تحت كل منها. وبعد المحاور الرسمية جاء دور المداخلات، يلقي الشيخ محمد يحيى واستحمد عرضا حول النسب الطاهر للنبي الكريم وحال العربي عند بعثته عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم جاء دور الشيخ الغيث الذي تقدم بمداخلة حول التأسي والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، واختتمت هذه المداخلات بكلمة مع فضيلة الأستاذ الشيخ والشيخ أحمد رئيس لجنة تصحيح المصاحف في إذاعة القرآن الكريم. وتخللت فعاليات الندوة سلسلة قراءات لمقاطع من القرآن الكريم تناوب على قراءتها عدد من القراء.
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. من النشاط الحزبي، احتضن مقر اللجنة الوطنية للشباب بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ندوة علمية تحت عنوان دور الشباب في الأحزاب السياسية. حضر افتتاح الندوة نائب رئيس الاتحاد من أجل الجمهورية وانعشها عدد من أطر الحزب. دور الشباب في الأحزاب السياسية. تحت هذا العنوان نظمت اللجنة الوطنية للشباب بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ندوة دعت إليها كافة ممثلي الأحزاب السياسية في البلاد بغية إبراز دور الشباب في العملية السياسية نظرا لما لذلك من أهمية في تعزيز الانفتاح السياسي الحالي. نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هنأ اللجنة الوطنية للشباب على تنظيمها لهذه الندوة التي عكست بجلاء نضج الشباب وما يطمح إليه من إسهامات في الحياة السياسية في البلاد. الشباب عماد الأمة، عنصر الأهم في تقدم الشعوب والأمم، وهو القوة والحيوية داخل المجتمع، وهو عادة هو المسؤول عن النهضة، وهو يضيء الطريق للمجتمع، معناه هو أيضا يضيء المجتمع وينير له الطريق. رئيس اللجنة الوطنية للشباب ألقى كلمة بيّن فيها أن هذه الندوة تتنزل في إطار تنفيذ استراتيجية هامة من شأنها أن تواكب برنامج رئيس الجمهورية. الندوة تتنزل في إطار رؤية جديدة واستراتيجية جديدة وسياسة جديدة عند شباب حزب الاتحاد من الجمهورية من أجل مواكبة برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ رزوان، برنامج تعهداتي. قارنا لهذا الموضوع بالذات عنه ما هو وريد الصدفة، بل نتاج كيف قلت لكم رؤية واستراتيجية عندنا في مواكبة هذا البرنامج الطموح. تعرفوا بعلن الشباب عنه ركيزة ودعيمة وأداة أساسية من أدوات التنمية، هذا من جهة. من جهة أخرى عن الأحزاب السياسية هي اللي من المفترض أنها تعود تضع البرامج اللي من شأنها عنها تقدم أنها تنهض بالبلد، معناها أصبح من الضروري عن نوائم ومكيفه بين هذو الجانبين. الأساتذة الحاضرون شكروا في مداخلاتهم اللجنة الوطنية للشباب بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية على اختيارها لموضوع الندوة، مقدمين نماذج شخصت واقع الشباب السياسي، داعين إلى ضرورة إشراكه وتمكينه من المشاركة في صنع القرار باعتباره القلب النابض لأي مجتمع ينشد التنمية. ما زال العديد من أحياء العاصمة يعاني من ظاهرة انتشار الأسلاك والتوصيلات الكهربائية العشوائية رغم ما تشكله من مخاطر على حياة المواطنين وأمن ممتلكاتهم. الملف التالي يرصد تجليات هذه الظاهرة وأسباب انتشارها والجهود المبذولة للقضاء عليها. الأسلاك الكهربائية المتناثرة في الشوارع وبين المنازل والتوصيلات غير الآمنة مشاهد بدائية لا تخطئها العين في العديد من أحياء العاصمة نواكشوط، رغم ما تشكله هذه العبثية من مخاطر كبيرة على سلامة أرواح المواطنين وأمن ممتلكاتهم، إضافة إلى مظهرها المشين لمدينة تمثل الواجهة الحضارية للبلاد. انتشار الأسلاك الكهربائية بطريقة عشوائية خاصة في ذي المنطقة اللي قريبة نحن اللي قالها حي الساكن، التوصيلات اللي كلهم حبل مديور تحت، أولا يدي أضرار للبشر ويدي أضرار للحيوان. طالبين من الدولة أنها تخصص تعدل الرقابة صارمة على ذي الأسلاك اللي منتشرة عشوائية في المدينة، ويعودهم اللي مقبوضين لها رقابة ذيك إياها. ما كنا نهار متماصية داي ومتوفي واحد من صنلك على رأس داي بهذه الفوضى العارمة في الأسلاك الكهربائية. طالبين من الجهات المعنية وخاصة صنلك شركة الكهرباء
أن تضع حد لهذا النوع من التصرفات اللي ما هو لائق. تضرر من هذا السلوك المقطع هنا في الشارع، نيجي السحاب تركه هنا بلا سبب لا سبب لا نعيل، يكردهم كرة ما يجبروا حد يجيهم شارع ولا يجبروا صنع لك جهات المعنية ما هم طارحين له الدرع ويدايهم اللي ياسر صار جاي ياسر من السلوك دائما هنا نيجي السحاب دائما نيجي السحاب يخلق فيها ياسر من كرة هنا تشاهد ضرر منه ياسر ما هنا يخلق ياسر طالبين من الدولة عن هاي الداية تعدل لهم وذي السلوك لهم مقطع هنا تعدل لهم طريقة ما هي هذه. وتتخذ هذه الظاهرة أشكالا مختلفة من أسلاك ممددة في الأرض بين الأزقة والدور إلى أكوام متشابكة في الأعمدة الكهربائية وأخرى في المنازل السكنية والمحلات التجارية في مشهد يعكس غيابا تاما لأبسط معايير الأمن والسلامة المطلوبين، وخاصة مع ما يلاحظ في بعض هذه الأسلاك من أعطاب وتقطعات لم تسلم منها الأسلاك المعلقة في الهواء أحرى المطروحة أرضا، حيث السيارات والمارة الذين لا يجدون مهربا من هذه الأسلاك التي تملأ عليهم الطرقات، ناهيك عن عدم مراعاتها للمعايير الفنية اللازم توفرها في الأسلاك والتوصيلات المنزلية حتى تتناسب والجهد الكهربائي المستخدم، ما جعلها عرضة للاشتعال كل حين مشكلة بذلك كابوسا يغض مضاجع السكان هنا. وراه لا يدخلنا بنيشات، ما عندنا الداء يجينا لا بنيشات ممقوطي، مرة يخلق فيهم ماصف الليل يقعدوا هون رجاء يطفوا، ودائما قاعد يخلق فيهم بعض من الأحيان أكثريته لا ماس. ما على الله ما عندنا كرة ولا عندنا شيء ولا عندنا قاعد باش ندخلوا كرة. كرة هلا الله كل وقت يشعل علينا هون، كل وقت يشعل اللي يفرقنا يفرق شاشرتنا. يبوا هذا كرة هون خالي دمية، شو هون مع هذا الشارع اللي حذاك، مع هذا الشارع اللي حذاك محروقة دار هون، محروقة دار هون ذاك النهار فرقوا تركتها كاملين. إذا مسؤولية الدولة، إحنا ما هي مسؤوليتنا كمواطنين، مسؤوليتنا بلقوا به، بلقوا به عن الدولة. يلا تعرف شي المواطنين. ويعود السبب في انتشار هذه الظاهرة حسب السكان هنا إلى عدم شمولية تغطية الشبكة الكهربائية لأحياء وجيوب عديدة في العاصمة، ما أرغم أهلها على ربطها بالشبكة عبر هذه التوصيلات غير الآمنة رغم استشعارهم لمخاطرها الجمة، استشعار جعل البعض يبتكر طريقة للتوصيل يراها أكثر أمنا كما هو حال هذه الأحياء الآهلة بالسكان في مقاطعتي دار النعيم وتجنين، حيث يطالب سكانها بتمكينهم من ولوج آمن لخدمة لم يعد الاستغناء عنها ممكنا، وخاصة حينما يتعلق الأمر بعاصمة البلاد. فكرت إلي أن قال حي لواء السباب نعود عندنا النشاط من ما عندنا حالة الأباني ولا عندنا حالة للدايات، درنا للنشاط مرة ينقطع علينا مرة نحرق ومرة نقوم نطير وعن مراجلنا وخالعين بلا كرة، وندور الرئيس وندور موليسان تسخر راسنا وتعرنا حي ضعيف ومحتاج حاجة خرصنا، وإذا ما وصل حلو يلا ولعنه ندور الرعاية الأولى أخبار هذا النيش الرعاية قدامكم، ما ندور تعود ندور مدة جنة جايات أولا وتأباني أولا ولا النيشات مدارين منهم، نحن مدارين لا من النيش ندور الكرة هون ندور مدة أبهم ولا تعلبينا وتعنا النفاس وتعنا نفاس أولا كرة قام النفاس شيء آخر ندور لا كرة لا كرة طالبين من ندرنا كرة ودرنا جايات يشعلونا هربوا عن مراشنا نهربوا عن تركتنا راقدون باتوا ما أنا راقدي لا بين لا كنا راقدين واعي بين النيش. طالبين من الدولة تدخل لنا كراه في الشوارع الرسميين ويعرفونا متضرين من هذا كراه اللي ممدود في الشوارع في التراب ومتلاقين منه ياسر من الضر، كذلك هم اللي طالبين منه الشوارع كاملين يعودوا معاهم كراه خصوصا داي كراه يمشي مع الشوارع ويجين الناس هم اللي لما الناس أغراق ويعوض للناس اللي متضرة اللي قاعدة في الشوارع ما يشابر بليدة قيسد. بينما يرجع القائمون على الشركة الوطنية للكهرباء تفشي هذه الظاهرة إلى أسباب أخرى، منها تحايل المواطنين على الشركة وامتهان بعضهم بيع الكهرباء بطرق غير شرعية. السبب الرئيس اللي أصلاً هو اللي معترف به هو بعد الشبكة من الناس اللي ساكنة في أطراف المدينة واللي تراعي في خدمة الكهرباء ولا هي قادة توصل لها بها اللي الشروط الفنية ما هي متوفرة فيها، كيف تمسافة بعدها من الشبكة والله تعود ساكنة في بلد ما هو مؤهل للكهرباء. القصة سبب آخر اللي هو التحايل على الكهرباء، مدة تحايل على الكهرباء وتم قطع سلوك ما معلوم بيهم، وفرق الفنية المكافحة التحايل للشركة
عند منين تلاحظ شيء ذنبته تقلع السلوك وتمشي بيهم. راعي ما عندنا هون في المراكز ملانية من النوع من الأسلاك اللي مقلوعين من الشوارع. وهناك سبب آخر لاحظناه هو أنين يخلقوا أعطاب مثلا التوصيلة أرضية ويتم تصليحها ويعقب يطلع عليها عطب أخر وعود لابد من كل مرة ينشهر عنها بهلية أسلاك أرضية مردومة يقولوا هلهن هما تلاور آدمينها بهم اللي إذا من باش يتم خلق فيها عطب يعود يراعى فيه ويعود قد يعالج. بعض المواطنين يعدل هو من نفسه اشتراك مع الشركة ويوزع هو على مستواه على مستخدمين خرين بطريقة ما هي قانونية ولا هي شرعية. وهذا لا في طار ذاك النقطة الأولى اللي قلت لك الناس اللي ما لاحقتها الشبكة والله خاطرة تجبر تغذية بصفة ما هي شرعية. وفي سعيها للقضاء النهائي على هذه الظاهرة والحد من أخطارها عملت الشركة من بين أمور أخرى على توسعة شبكتها في العاصمة، لكن مناطق عديدة منها ما زالت تعاني. هذه التوصيلات العشوائية اللي كانت تعدل على هذا السبب وعالجت تم معالجتها بالتغطية بتوسيع الشبكات الكهربائية شبكات التوزيع الكهربائي وأطراف المدينة وعدلوا فيها مجهودات كبيرة جدا في نواكشوط وفي نواديبو في تقريبا جميع المدن في موريتانيا شهدت توسيعات للشبكات التوزيع الكهربائي. وباش توسعوا الشبكات باش عاد المواطنين قادرين يعدلوا توصيلات خاضعة للمعايير الفنية إذا عنهم يوفاوا من ذوك الأسلاك اللي طوال اللي مقطع من بديات. ونختار هون لفت الانتباه على خطورة هذه الأسلاك وعلى أن دائما يسجلوا للأسف أعطاب وبعض الأحيان وفيات بسبب هذه الأسلاك اللي ذهية. أكبر واسطة الدولة والشركة باذلين جهود كبيرة لياك يقضوا عليهم. فعلا كما قلت لاحظتوا جبرت الشركة بعض الصعوبات في مواكبة تطور المدينة اللي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطور ملحوظ، وخاصة أنه تطور أفقي ما هو عمودي، إلا أن المجهودات اللي نبذلوا فيه كبيرة جدا والأرقام موجودة والشبكات تم تمديدها نحو أطراف المدينة ونحو الأحياء الترحيل اللي تم إنشاءها من جديد. وإحنا اللي عندنا فيها التحسيس من ذاك اللي نتكلموا عن الموضوع ونطلبوا من المواطنين يعسوا أن هاي الكهرباء الأسلاك الكهربائية خطيرة جدا عليهم. وخالق قانون صدر مؤخرا يعاقب التحايل على الكهرباء اللي هو السبب الرئيس في هذه الأسلاك العشوائية. وأيا تكون أسباب فوضوية انتشار الأسلاك والتوصيلات الكهربائية والجهود المبذولة للحد منها، فإن وجودها بهذا الحجم وفي العديد من أحياء العاصمة يجعل منها خطرا يتهدد حياة المواطنين، ما يتطلب اعتماد استراتيجية جديدة للقضاء عليها بشكل نهائي. وبذلك نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار من قناة الموريتانية. عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها. الجمارك الوطنية تخلد عيدها الدولي تحت شعار الاستدامة هي محور النشاط الجمركي. أزيد من 5000 تلميذ في عموم التراب الوطني يتوجهون إلى مراكز الامتحانات للمشاركة بالنسخة الرابعة من الأولمبياد الوطني لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم. مضمار سباق الخيل بنواكشوط الغربية يحتضن فعاليات النسخة 11 من مهرجان الرحل بمشاركة وفود فنية كندية. بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.